حادثة أو كارثة صعبة جدا جدا كادت تؤدي بحياته، ولكن الحمد لله هو موجود معانا هنطمن منه. كابتن حسام حسن برحب بيك ومساء الأنوار مع كابتن مدحت شلبي. أهلا بحضرتك، ومش عارف في الأول طبعا بسم الله نقول لك الحمد لله على السلامة الأول. الحمد لله رب العالمين، الله يسلمك، ويعني مش عارف أقول إيه يعني. احكي لنا الموقف بس بالظبط الأول، المباراة كانت عبارة عن إيه والموقف والخبطة اللي أنت اتخبطتها إزاي؟ مباراة كانت عادية جدا في دور الثمانية امبارح، كانت ما بين فريقنا إنشاء الطرق وبور الأسمدة ودور الشركات. مباراة كانت ماشية عادية جدا، مباراة كانت جميلة جدا، وفي العشر دقايق الأخيرة التحام عادي يعني مش مقصود ما بيني وما بين زميلي في الفرقة، بلعب الكرة براسي برجعها لجنة، وهو في نفس الوقت كان واخد قرار إن هو خلاص إيه بيشتت الكرة، فأنا رجعت الكرة وهو بيشيل الكرة برضه، ف يعني شط دماغي يعني راسي. الخبطة موجودة في راسي اهي، وفي جرح بسيط فوق كده. بعد الخبطة أنا عن نفسي أنا ما حسيتش بحاجة يعني، زمايلي في الفرقة أو الفرقة التانية هم اللي بيحكوا لي يعني إيه اللي حصل. أنا قلت إن خبطة عادية وإغماء عادي يعني. اتضح حاجة غير كده خالص، الخبطة أثرت وبيقول إن أنا بلعت لساني بس الفرقتين يعني بصراحة زمايلي والفرقة التانية برضو زمايلي وكل اللي كانوا موجودين في الملعب بيحكوا لي بيقولوا إن المشهد كان حاجة صعبة جدا يعني. رحت في غيبوبة لمدة قد إيه؟ تقريبا بيقولوا إن أنا الإغماء كان من 10 ل 15 دقيقة يعني، من 10 ل 15 دقيقة أنا فوت في عربية الإسعاف يعني، أنا برضو عملوا معايا طبعا الإسعافات الأولية أنا كل اللي كنت حسيت بيه إن كان في حواليا ناس كتير جدا، و مثلا اللي ايديه في لقيت اللي ايديه في بقي، مثلا في جرح هنا هون ولساني من تحت كله جروح. زميلي بيقول لي انا خدت الرايه من لاين زمان وحطيتها عشان على اساس لما بيحصل الحالات دي ما ينفعش البقي اتقفل او قفلت اسناني كان يبقى خلاص يعني. فالحمد لله اشكر ربنا، ويعني انا ما كنتش مصدق يعني، زمايلي بيحكوا لي انا حاسس ان هو حلم يعني، لان انا اول مره عدي انا زمايلي كتير جدا حصل معاهم الحاجات دي، انا كنت واحد من ضمن الناس اللي بتشوف الحاجات دي، ما كنتش اتخيل في اي يوم ان يحصل معانا كده. احنا السنه دي فرقتنا محترمه، لو الناس كلها متابعه البلديه يعني الحمد لله معانا جهاز فني محترم، كابتن مشير عثمان ومعاه كابتن مصطفى مرعي وكابتن محمد سمير وباقي الجهاز. احنا يعتبر الفرقه الوحيده اللي في الممتاز بيه، احنا يعتبر اهلي الممتاز بيه السنه دي، مستقرين استقرار يعني الحمد لله رب العالمين. الناس مش مقصرين معنا في اي حاجه، معسكرات، لبس، رواتب، نعتبر احنا الفرقه الوحيده اللي في الممتاز بيه. كل زمايلي مش مصدقين الوضع اللي احنا فيه يعني، بيقولوا لي انتوا يعني بسم الله ما شاء الله مش ناقصكم حاجه.